يا ابوي يا يوسف البدر اسم الله عطولك يا بيا يوسف الحواط اسم الله عطولك شكرا الى اداره مطعم المنتزه السيد ابو علاء رستم وبلال وشكر كبير الى استديو الحواط وايضا شكر للاستاذ حسن كنجو على البزق ابو شادي وشكر كبير الى حبيب قلبي وصديقي وصديق العمر الشيخ عوض الحواط خي العريس لهالدعوة الكريمة وايضا ترحيب الحبيب الغالي ابو النصر يا غزوان منور اهلا وسهلا فيك يا حبيب يلا على قدر المحبة لفاطمة على قدر المحبة لفاطمة بخيبر زقفة كبيرة ليوسف الحواط وأهل الحواط جميع وأهلا وسهلا بالجميع كمان بدنا زقفة كبيرة لأم العريس الست أم عوض حنان سمو لها بيت الحواط زقفة كبيرة وإلى الست رانيا أم خيبر أم العروس وأهلا وسهلا بالجميع وإن شاء الله بنقضي وقت حلو مع بعض اليوم سهرة والعاني معك عوض حجار الصملج العينك عاملينا ومثل ما بنعاملك يا حلوة عاملينا بحيي فرحتكم يا ابو عوض يا بحي فرحتكم يا مصطفى الحواط وكل من جيلها اهلا وسهلا بحبايب قلبي